فإن اللوم أغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء. شنو عجمي؟ تمشي تدور هنا نكد عجمي، تو شبدة تقرد علي. خليني عاد عملي كيف تمرر هيك. سيبني على الرخاء، سيبني خليني نفطق مواهبي، سيبني عاد ما استدعيت خوك بحذاك للدار. ما تبداش تزد انفضل، خلي خوك يفطق مواهبه. حب خويا انا في مشيخ، نحب مشهد، نحب نعتها شعر. من باع فلسطين؟ من باع فلسطين سوى اعدائك يا وطني؟ اللي سيب عليك مهر الرويق هذا، سيبها فلسطين يا عجمي، ما تطلعليش الدم. ايش بك تفددني طوعات؟ شنو؟ ايش دخلك فيها؟ شكون باع فلسطين ولا شنو فلسطين؟ ايش دخلك؟ ما نسالوش على فلسطين. ما تدريش. من باع فلسطين يا رقار؟ خلود يا عجمي، ليك نلقى في روحي بيعه، والله ما نبيع. دبر خولك بيعه. عشر بس بس. يزيد عاد يا عجمي، تزيد عاد خلينا. يزيد يا عجمي ولا لدول. انا عليك انت، خاف عليك انت، تروح انش على بخري يا رخا. عجب النقار يوحل يا عجمي. ورانا ندق. ها؟ ضربك عاد. الله يهديك يا عجمي. انت مش يشروك تبيع في روحك. انت مو بيك يا رخا علاش تجيب صوم. النقار يحب يبيع روحه. قوي الشراب يا عجمي. لقى مريقل. تعرفني انا نحبك انا الحاجه المريقل. عجمي. ودك كان بالمريقل. يا عجمي بيناتنا. ما بعتنيش انت زعما. ها؟ لقى. بديت تغلط. اش بيك يا عجمي؟ عاد تجيبني للدار وبس سمعني كلام. يا عجمي اللي ما خليهاش في قلبي. انا قلت لك يا عجمي. انا بعدك. وين قالوا لي؟ يا اقعد يا عجمي، قلت لك اقعد. لا وراح شنو عجمي على الطو شنو اللي نلعب عاد؟ يا اقعد اقعد بقى يقعد يا عجمي، ولا ما تقعد جايبني بس سمعني كلام. يقعد يا عجمي. لا تعرف العجمي راجل. نعم صاحبي راجل. ورحمة امك فوز فستها. يا عجمي خير ناخذ على بعضنا، ناخذ علي يا عجمي. طيب عاد. والله نفدك ولا تحب نفدك. هاي شد لك شد شد لك الطل، شد مع عند خوك. انا كان حبيت نبيع، راني بعت كعبة شراب. اعطوني اعطوني في كعبة شراب، والله لا حبيت نبيع. نعرفك ما تعملهاش. نعرفك وليدها. تعرفني راجل من اول الدنيا. نعرفك راجل من اول الدنيا، عندك التوقيت اما معيني راجل. نقولها حق حتى على روحي. انا ما نسوقتش معاك يا نقار. هاي صب دوزتك سايب علينا من الحس، خلينا نحط شوي فن. هاي هاي. أربوخ نقص يا رقار، تدخل الزاوة على غفلة. نقص شنو؟ نقص تدخل الزاوة على غفلة. احترم روحك يا عجمي، شنو واحد تقول فيها؟ شو يا اخي بلعت. ما تخافش من المرأة. ليه خاف من المرأة؟ هذيك حد بيتك انت ولا شبيك تو؟ بالله زاوة تحل فمها معيني وراس ميمتي بخاطر بارك عنكم شلت الهولة. ما الحكاية هذه؟ عليك بالله ما تخافش منها؟ شو هذي هذي شبيك؟ ليه خاف من المرأة؟ ما تخاف ومن زاوة زاد؟ عادني باش راجل مال. ايه ما هو ايش قلت لك؟ انا قلت لك تدخلش على الغفله تلقى انا. لا 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 مش خذها معلومه على اخوك النقار، قال لي راني مشوم قروم حيتوب مع المراه. ما نرحمش راني. المراه كي تاخذها يد من اول ليله تسكها ترفاق به تخلي لها اماره اماره. وتذكرني كيفاش سيطرت على المراه؟ والله العظيم لعب لعب هو لعب. انا تعرف يا نقار اكتشفت انه الحريه والمراه ما يتقابلوش مع بعض. المرأة هي عدوت الحرية والحرية عدوت المرأة. لا 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 يا اخويا انا لا. الحرية والمرأة ما يتقابلوش مع بعض. لا يا اخويا انا مع زاهو مريقل 10 على 10 بحريتي كالملا. راني عندي زهرة عندي انت ما تعرف ليش. عجب ما تتنفسش معاك زاهو. زاهو تتنفس معي عيني. عاد الوان نلعب ولا نلعب عاد هني طبعا. نورمال ما عاد تدخل هاك على غفلة. زاهو بتحل فمها معيني. والله يعطيك الصحة. وراسك يا عجمي الا ما نتل لها الطابو وخلي لها الطابو. يعطيك الصحة. لا عجب ايش تم يا عجمي عجب ما تم؟ شكون هذيك ام الزهر وجاية؟ زهر وين زهر؟ اش بيك يا وين؟ يدق على حد تم فدك معاك يا عجمي. ما صحش ما تخافش منها. بالحرام السكرتار. اش بيك تفجعت؟ تو قلت لي طابق ونعي لها طابق. يا ودي نحسبها حاكم الدم ولا حاجة.
حقنا صدمة للدار بتاعك. ودي جاهو جاهو راهي ماهيش هني. والله ربي. جاهو ماهيش هني. ما هو اسمع باش نبدو واضحين، راهو ساعات الراجل يطيح ويخاف من المرأة. شو ما يخافش الراجل من المرأة. يخاف من المرأة. ودي هني تربيت هكاكا. والله يعطيك الصحة والله التربية. ودي بابا يخذي 4 نسية. وقت يدخل للدار ويزهر قصيد الكل تفرد كلمة عيد. انا تعب حق صح. اي انا الزهر اخذتها على باباي. لا ساعات انت عندك زهره ساعات الناس ما فهمت. لا حتى انا عندي الحق زهره اللي هي انت عندك زهره. نزهر حتى انا في الدار نزهر. على شكون تزهر؟ نزهر في الدار. عجب والله العظيم وقت نزهر على المراه. بوي بوي هذه زهره. يا ودي عطروس هذا شبيه هكا تزهر الزهره تخوف. ما رقصت الزهره. ايه هكاك هكا اسع خليك خليك اسمعني يا عجب يا اخي انت معرس. والله يصير هنا على رقدتها ظهر فيك بلعت يا عجب. والله يظهر لي تو انت دخلتي منها وحديث نسيت هذا يا اسمعني اسمعني انت راه مش كنت تخاف من زهو. انا نقول لك حاجه راهي زهو يحب لها 3 ايام بجي هاي خلص الموضوع. ما باش نعرف باش نعرف انا لا دوست يا رقاب دوست ترابط بر راس بر صحه وبش فيه بر اش عندها يا زهو 3 ايام يا ودي مشات لدرجه تمريض يقطروا له الله ياكل راسه خلت تعدي غاديك على الاقل جمع جمعتين خلي الواحد يتنعم بالحريه. والله والله الحريه ما احسش بالحريه انا والله. عشت عمري كامل موت على الحريه انا نحب الحريه. لا اما اخي المراه مش ساخ المراه علاش نحب روحي عازم تقيدك وكذا سيرو تولي تتيحق ضر وتولي عنف وتولي كذا لا يا عجمي نعرف اللي يضرب في مرت انا نقول لك يا عجمي اسمعني اسمعني تب نحكي بصراحه هو موضوع وتجبد العنف لابد منها. لا 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 عنف مع المراه لا ما يجيش بصراحه ما يجيش ما يجيش رجله ما يجيش لا رجله ني المراه ما تسمعش كلامي عنكوش هنسلوا لها ما لعبش ني ما غلطوش يا رخار هذا يا ريت يولي عنف وكذا ما ايش بتاع رجوليه يا انا زاو ني مطتر لها ريت ني مطتر لها يا هكا يا هكا تطلع عنكوش هنسلوا لها وزيد تاكل تريحه تلا معينيه ما تعرفني وش هي عجب والله الله يرحمها موش عنف هذا وقلة رجوليه خالواد ودي عارف شنو انت تحب الحق دار فيك تتفرج على التافت يا ودي خلاتكم كانت تلافت ما طيح لقيمة الرجل وكرامته ودلوه كانت تلافت يا ودي الرجل يقوم عنده الزهر وعنده قوة اللعب لا قال لها والله العظيم المرأة تعطيها حريتها